السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو عمر. والنهاردة هشرح لكم برنامج مهم جدا لاستعادة الملفات المحذوفة من تليفونك الأندرويد، اسمه وندر شير دكتور فون فور أندرويد. وظيفة البرنامج إن هو بيستعيد أي ملفات تم حذفها من الموبايل بتاعك، سواء كانت صور أو ملفات مهمة أو أرقام تليفون، رسائل وغيرها. لكن البرنامج بيحتاج ان انت تكون عامل روت لتليفونك، والحقيقة هو بيقوم بالدور ده، يعني هو بيعمل لك روت. حتى هنلاحظ ان هو لما هيجي يعمل روت هيعمل بدون ما يفقد صلاحية الجهاز. اول لما بتفتح البرنامج بيطلب منك ان انت توصل التليفون بالكيبل، فاحنا ده اللي هنقوم بيه، ان احنا هنوصل التليفون بالكيبل. وبعد كده بننتظر لحد ما يظهر انواع الملفات اللي تم فقدها من تليفونك. يعني مثلا انت لو كنت مسحت بالخطأ الكونتاكتس، الرسائل، الكول هيستوري او سجل المكالمات، الواتساب مسجز والاتاتشمنت بتاعتها، الصور والفيديوهات اللي في الجاليري، الصوتيات، الفيديوهات، الدوكيومنتس او الملفات الخاصة بيك، حابب ان انت تختارهم كلهم مفيش مشكلة، حابب ان انت تختار حاجة واحدة فيهم برضو مفيش مشكلة. هتضغط على next وبعد كده هتبدأ السكان for deleted files او لكل الملفات، يعني اما الملفات المحذوفة او كل الملفات. تضغط على next. هنا بيقول لك ان هيتم عمل روت للتليفون بتاعك بدون ما يعني يأثر على الضمان بتاع التليفون. واول لما يتم عمل الريكفري التليفون هيرجع تاني يتفك الروت بتاعه. يعني عملية الروت فقط مربوطة ان هو يقدر ان هو يجيب الملفات المحذوفة من التليفون. فهنضغط على ستارت وهيبدأ البرنامج يعمل سكان للموبايل علشان يشوف المعلومات الخاصة بيه. تمام، هو كده اتعرف على البيانات الخاصة بالتليفون. العملية دي هتاخد لها حوالي تلت ساعة. التليفون هيعمل ريستارت أكتر من مرة. لو التليفون بتاعك من الأنواع المشهورة HTC، سامسونج، سوني، غيرها من الماركات المعروفة، فالتليفون هيتعمل له روت وهتقدر إن أنت تستعيد الملفات المحذوفة. اما لو كان تليفون من الماركات المجهوله زي انفينكس وتكنو وغيرها من الماركات الغير مشهوره، فمع الاسف مش هتقدر ان انت تعمل روت، والتليفون او البرنامج اسف هيفشل ان هو يعمل روت للتليفون زي ما احنا شايفين قدامنا. الشرح ده كان شرح سريع بس للبرنامج، ولكن لان انا مش معايا دلوقتي تليفون من الماركات المشهوره فما قدرتش ان انا اصور بيه. ده كان كل اللي اقدر اقوله لكم على برنامج وندر شير دكتور فون فور اندرويد. بشكركم ونلتقي في فيديوهات اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.